مثل صحراء تنتظر غيث السحاب، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم مستعد أهرب وخلفي النوايا والضباب ولها تحت التراب فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. بلواهيب اليابان والرياح كثير وثبان القهر والعطش في داخلي مخلب وناب، انهش بروحي اصرخ وانا اصرخ يا مطر، وانا اصرخ يا مطر. دفن تحت التراب فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. علام ابوي متفلت، هي ساير عصام. اباك يوم تكبر تكون مهندس تبني لي قصر. كل حبيبي
اقول لك افتح وراويني وجهك انت وولدك طلال. افتح يا نياب افتح. راويني مريلتك، انت لو تعرف ابوك وش كان ما رفعت يدينك على ولد من اولادي. مين انت عشان تمد يدينك على ولدي؟ ها مين انت؟ وبعدين ولدي وش سوى عشان الضربه؟ قول لي وش سوى. اتكلم قول شيء. اكيد ما عرفت تتكلم، دام ابوك ساكت. ها يا نياب اتكلم قول شيء. عمي علي لو سمحت ما في داعي لهالكلام، انا بحل الموضوع باللي يرضيك. كل الناس تعرف ابوي ويش. طلال ما في داعي لهالسوالف، يلا ندخل داخل والناس يحترمونا احسن احترام. ما في داعي تغلط على ابونا لانك ما تعرفها ويش. ما حد يعرفه على حقيقته هذا غيري انا. هذا عمي علي لو سمحت ما اسمح لك تشتم ابوي. خالي الله يخليك. ريش هالقاصر مكسر ولدي وضاربنا حتى ما راي مش العمره. خالي ريلي ما قاصر، ريلي كامل ومكمل. هذا خالي علشاني سير بيتكم. انت توقفي ضدي مع ولد ال علي. الزم حدودك، لا تشوفني ساكت عنك. رد لعقلك اللي نسيته في بيتك قبل لا طيغة نكمرة واحدة، فهم؟ زين يا ذياب هالمرة فاتت، بس يا ويلك يا سواد ليلك لو واحد من أولادك اتجرأ ومد إيده على ولد من أولادي. اسمح لي عمي، ما أعرف أنا ودي ويهي منك. ويش كان يعني علي يوم قال إن ما حد يعرفه غيري؟ حوش خالي علي يخاف من عمي دياب، ويش اللي بينهم يا ترى؟ حوش كيفر كان يحاول ينهي الموضوع بهالشكل، مع إن أبو فهد هو اللي غلط على أبوه. من متى انت وفهد تتضاربوا؟ من متى؟ اظني هالموقف من ليلى قدام خالها ياكد لك من هي ليلى ومعدنها الاصيل. قوم اعتذر لها على الاحراق السخيف اللي سببته حالها. ما ظني انا ساكنه في هالبيت، ما اسمع فيه غير الغاز، الغاز وبس. انت على رؤوسنا يا امي من فوق، عشان كذي ما نبغى نشغلش بمشاكلنا. وانا ما حالي كلمه ولا شور في هالبيت. اوف عمي علي
يعرف السالفة. كل السالفة يا ولدي، كل السالفة. أنا من سنين قايل إن شيء نقطة ضعف في ثياب، ما حد يهدده غير أبوي. أكيد هذا الشيء هو اللي كان ذياب يباني أسرقه عن أبوي. يا ترى ويش هالسر؟ لو عرفته بقدر أوقف ويه ذياب وأرد له الإهانة اللي هاناني إياها. يلا قوم بتصير تعتذر حفات. انا ما بعتذر حد، هو اللي لازم. انا وقيفر نترياك تحت بالمره، نمر على ليلى عشان ناخذها معانا. يلا بسرعه. تدخل بنت اختي روحها، والباقيين يلا بيتي ما يوسعهم. هذيل اهل بيتي، ومثل ما يوسعني يوسعهم. ابوي قلت لك انا اللي غطيت على طلال، ما العكس. تفضل عم ذياب، تفضل الجيفر وطلال، مرحبا بكم. خالي ندخل ولا نروح؟ لا تدخلوا على ابوي، هو بس ما عليه يا ولدي، ما عليه. انا كل اللي يهمني ان طلال يتعذر منك وتردوا مثل الاول اخوه واصحاب، وما بقى اي شيء يعكر صفو صحبتكم يا ولدي. واذا انت وطلال غلط واحد منكم على الثاني، علشان اقولكم انسوا اللي كان وابدوا من جديد. طلال ابى اشوفكم متصافين قدامي وبسرعه. Thank you.
بحر الاحمر انا كنت اشهد انني من البحر الاحمر. اكيد اكيد مثل ما ذكرت سابقا في شروط معينه لازم توافقها في المنطقه. مثلا عندك بحر الاحمر نسبه الرؤيه منها تحت الماء عاليه جدا مقارنه بالرمال والعكره المائيه موجوده كثير. ساعة. ليش ما نشوف المشرف اليوم؟ يمكن الحرمة منهارة. السلام عليكم. وعليكم السلام. منى اليوم بعد ما جت الكلية؟ لا أستاذة. انتي وينش؟ انا جبتلش الالوان والادوات اللي طلبتيها. لا بترسمي ولا بتي الكلية؟ حويش؟ اذا اهلش السبب خلي والدتي تجتي وانا بكلمها. لا حول ولا قوة الا بالله. ايوة حبيبتي، بس هذا ما معناه انش تنقطعي عن دراستش، وخاصة انه باقي لي اقل من سنتين. تب تبين بانها ما متأثرة، بس ما عليها، بفضحها مثل ما حرجتني قدام اهلي. اقول سمعوا بنات، ما عرفتوا ايش صار اول امس؟ زوج الاستاذة ليلى يشك فيها. هيني يا ليلو هيني، ان ما كسرت خشمك ما بكون أنا سلوى. كيفه قال لي عن الحركة الناقصة اللي سويتها مع ليلى؟ بس يا أبوي عيب، أنا غار عليها ما بطيقة. تفسير اللي سويته هذا شك إلا ليلى، فهم؟ أنا ما مزوج منك أي وحدة. اسمع، تتعذر منها، تتصرف، تسوي اي شيء، المهم انك تصالحها. وبعد ما تصالحها تقولها تقول لخالها يوز عن هالسوالف البايخه. عيب يا اللي يتعرابنك اليوم عند اللي يسوى واللي ما يسوى. على الاقل يخلي خاطر لبنت اخته ولينا احنا اهل بيتها. قولها قولها، اهلا باليديده. جديدة سيارة هي. هي اللي كاتبة، ممكن حد يعبرني أنا جديدة في الشارع. أنا لها، أنا اللي بعبرها. يلا روح. من وين؟ كمل معاها. أرجع عليك. جو. مساء الورد. هلا بسلوة حياتي. مساء النور. حسب ملل قلت اتصل فيك شوي. لا مستحيل، وخاصة بعد اللي صار مع زوجة اخوك. طبعا نشرت الخبر في السكن كله وزدت عليه شويه ملح وبهارات. قلت لك ما اقدر، يعني ما اقدر. ليش ما تفهم؟ اقول هيثم حد دخل علي، بتصل فيك بعدين. عليك عندك كل شيء، عايشة حياتك بسعادة،
حتى في الدراسة شاطرة. حسر علينا. لازم أطلع من هالفقر والعذاب. لازم. ها مشروب، وش اللي صار في الموضوع؟ المساكينة كل شوية حد من أهلها يدخل عليها الحجرة وتطلع من الشهد. ها وش سويت؟ مالكم شغل، هذا الموضوع مالكم شغل فيه نهائيا. أقول ربيعنا شكله طاح. أشوفه. وهذه بعد حالك يا ذياب، لكن ليلى ما بتدوم حوالدك وبتشوف. تراقبني أنا؟ الغضب عم عيني، والغيرة نهشة قلبي. يعني عارفة حويش الغيرة؟ يعني أنت تغار علي؟ من نسمة الهوى. خالي لو سمحت، ما له داعي هالكلام. خلاص المشكلة اللي بيني وبين طلال انحلت. المهم وش أخبار المزرعة؟ خلاص ولا يهمك، باكر بمر عليك وبعطيك الفلوس وانت اشتري اللي تحتاجه. يلا مع السلامة. هاي وين رحت؟ أقول مزرعة أمش كم مساحتها؟ ما أعرف كم بالضبط، بس تقريبا 4 فدان. 4 فدان؟ يعني ما شاء الله تقريبا 16,000 متر، والله مساحتها كبيرة، ما كنت أتوقع أنها بهذا الحجم. طلال ويش اللي في بالك؟ لا 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 ولا شيء، مجرد فضول. أقول وش رايش نطلع نتعشى برا اليوم؟ صح ذكر، انا كنت متفقه مع سما نطلع باكر نتمشى ونمشي الاولاد. ممكن هيثم انت وين؟ بيت عماد؟ انت متأكد؟ لا لا ما في شيء، بس الوقت متأخر ولازم ترد البيت. لا تحير. مع السلامة.
غريبة. وش هناك؟ أبوي يسألني أنا وين؟ أكيد مستوي شيء. أو إن عدو جيفر انتقلت له. والله. كنا ما سادلنا الحصار اللي مسوي لي يا جيفر. يا أبوي يزيد للطين بلة. وإيش سالفتك مع الخوف يا دياب؟ كأنك بتستسلم له، كأنك بتنسى إنه ما كذب عليك سنين طويلة، الحين صرت تخاف من أي شيء، صارت حياتك كلها خوف بخوف. لكن لا لا دياب لا يمكن يستسلم للخوف أبد، لأن دياب ما يخاف من حد. السلام عليكم. طال عمرك انت ما بتجوز عن هالسالفة هذه؟ طبعي طال عمرك امر. بغيت شيء؟ إليس ها؟ ما مصدق؟ اقول لك إليس مشكور عمي، انت كريم ولا استاهل. اسمعني زين، في غيال يداور في الحارة الليلة وفي دين أسراك، وبصراحة أنا ما مطمئن له. أباك تراقب هذا الغيال الليلة. من هالريال عمي؟ لا تخاف. أظن إن هذا غيال مغيب. مغيب؟ قصر حسك. عمي تبالغ، راقب مغيب؟ توك فلوسك، ما باهن ولا با راقب مغيبة. أمزح معاك. إيش فيك أنت؟ أنا هذا غيال ما أعرفه، لكني ما مطمئن له. أباك تراقبه وتمشي وراه وتشوفه وين يروح وين يجي، فهمت؟ بنشوف يا دلولة، بنشوف. إذا ياك الرجال صاحب قضية الأرض تأخذ منه 3 أضعاف أتعاب المحاماة، وإذا رفض قول لي أنا بعرف كيف أدبه. ها وين سارة بحياتش مع جيفر؟ وإيش السالفة؟ أبا أقول إيش على السر؟ سر؟ حامل.
حامل؟ شش حويش هش. اصلا هالسر بيفضح نفسه بنفسه، الكل بيلاحظ. معقولة يا سما؟ معقولة احلى خبر تضميه؟ انت ما فرحانة؟ ما اعرف، ما ادري اذا انا فرحانة ولا لا. انت وش تقولي؟ ولين متى بتضمي هالخبر؟ للوقت المناسب. متى؟ ما تغديتي يا بنتي؟ أنا كليت عند بنت خالي. وراك يا بنتي؟ أشوفك اليوم أبعلي أبونك. أنا بخير، وعلشان أطمنك بيتغدى معكم مرة ثانية. خبريني وش اللي يدور في راسي؟ ما اعرف ليلى، انا ضايعه ضايعه. انت متزوجه والحين حامل، يعني على اعتاب عائله تنتظر استقرارش النفسي، يعني لازم تعرفي. خايفه، حياتي مع جيفر ما مستقره، احس ان في انفصام بالشخصيه. مستوي اثنين، جيفر قبل السفر وجيفر بعد السفر، تحول جذري من النقيض للنقيض. وين صار حبه ولهفته وعواطفه؟ شيء غريب، فعلا شيء غريب. الأغرب أن كل شيء موجود، الحب والعواطف موجودة، بس في شيء مسبب لي خوف. خوف؟ الخوف من المستقبل، من الغموض بعلاقتنا. انت وش سويت يا يما؟ هذا اللي كان معذبني ومعسكر على بابي يراقبني يخاف منك؟ ما له حس، انقطعت ريوله عن بابي، الله يقطع ريوله ان شاء الله. قول والله معلوم ما تنقطع ريوله، اصلا انا بغيت اقطع على راسه لكن رحمته لانه ورام غايبي هال. ها انت لو شافني في ذاك الوقت بتشوف وقفة الصناديد في ساحات المعارك. هي مكافاتك الكبيرة تترياك يا يمعة، لاني طمعان انك تجيب لي اياه المرة الجاية. انا اقبض مغيب، اباني ما اقبض حد.
دكتورة سما. تفضل. هذا ما معناته انه بتظل هنا على طول. المسألة مسألة وقت. لأن الدار طلبوا تأجيل نقلها لفترة بسيطة. على فكرة هذا معناه أن خلود ما زالت عهدة عند المستشفى، يعني ما يصير تطلعيها وتجيبيها على كيفك. أنا مسؤولة عنها. وأنا مسؤول عنك أنت. أنا حبيت أراويها الدنيا من ولادتها، ما شفت غير بياض المستشفى. هذا حظها، كان ممكن ما تشوف شيء من أصله. أنا بأعرف أنت ما عندك قلب، ما عندك ضمير، ما عندك مشاعر. لو عندك أطفال. أنا آسف يا دكتورة، آسف. حاولي مرة ثانية تخبريني قبل ما تطلعيها. لا تخلي البنت تتعلق فيش، لأنها ما راح تظل معاش على طول. آهن يا خلود، نقاب الأطباء أبيض، تاج الحكيمات أبيض، كل شيء أبيض في أبيض في حياتك. مين هم أصحاب العقد؟ ما مهم من، المهم إن نقنعهم بالمشروع الأول. عارفتي وقديش مساحة هاي الأرض؟ تقدر تقول 17,000 متر مربع. ممتاز، مساحة مناسبة. ومتى فيك تردي لي خبر؟ خلال أيام إن شاء الله. من رأيي أنا بشوف قطعة الأرض اللي أنا بدور عليها، وإذا ما مشي الحال بتشوف الأرض اللي أنت حكيت لي عنها. اللي تشوفه عالي كتير. على كل حال أنا وديت التصميم تبعك لمقر الشركة الرئيسي، وهنيك المهندسين ساووا شوية تعديلات على التصميم، وأول ما يصلني خبر راح أرد لك إياه على طول. جميل، أي شيء في مصلحة المشروع أنا موافق عليه. أنا مضطر أستأذن رد الشغل الحين، اسمح لي. مع السلامة. مع السلامة. مرحبا ابو جيبل، كيف الصحة؟ حبيت ابشرك ان طلال كان عندي، وانه لقى قطعة الارض المناسبة للمشروع، بس انه مو متأكد من اصحابها. في مجال نشوف قطعة الارض اللي حكيت لي عنها؟ طبعا طبعا، بس عطني كده كم يوم عشان اجهز الموضوع واكلمك. مع السلامة. السلام عليكم. يا حي الله بصوت طيب، يا مرحبا والله. حي الله ابو جيفر، وش اخبارك؟ نعم ارض، اي ارض فارق طيب ويراعي سمحه. ان شاء الله اليوم بسري لي جماعه، ان شاء الله اللي راضي بجلس معاهم، وبروح بسايس سملك، وان شاء الله بيصير خاطرك الا طيب، ما برجع الا يكون خاطرك فرحان ان شاء الله. طلبي مرفوض مع الأساس أنه كان مقبول، والمسألة مسألة وقت، وهالوقت مدد من شهر حسنة ونص. مستحيل شيء اسمه دوام 24 ساعة، لا العقل ولا المنطق ولا القانون يقبلون بهالشيء. هذا اللي عندكم؟ آخر كلام؟ حتى لو قدمت استقالتي؟ تمنيت اشي قدامي وانا داخل البيت ومعي خبر تنفيذ المشروع. غيابش يجبرني ان اختصر مشاعر ما لازم تختصر. ليلى خير؟ وش في صوتش؟ ما في شيء، يمكن من الارهاق. الليلة؟ لا طبعا ما اقدر. تعرف ان زميلتي خذت اجازة، واحتمال امسك مكانها 3 أسابيع متواصلة.
سوي اللي يرضيش. انا تعبت من مناقشتك في هالموضوع، اشوف مصالحي احسن. تفضلي. السلام عليكم استاذة. وعليكم السلام استاذة. انا اعتذر على ازعاجك. ما قدرتي على سلوى ورشيدة؟ تعبت منهن، لازم اختار يا اهتم بدراستي ولا بالضرابة معهن، لان الكل في السكن يعرف ان هالبنتين ما جايين يدرسوا. خسارة، ما حسيت بالفرصة اللي في يدينهن. يلا، كل إنسان وله أولوياته. الاختبارات قربت وحضرات عملات لي تشويش في مخي، وأنا بصراحة ما أقدر أستحمل أكثر من كذي. خبر المشرفة الثانية أول ما تداوم. بعد 3 أسابيع؟ بتضطر تداوم من باكر، لأني قررت أقدم استقالتي. خلاص، وصلت لمرحلة الاختيار، اخترت بيتي وولادي، ما أقدر أجل اهتمامي فيهم أكثر من كذي.